يعني انت اللي عملت المبنى كمعمار وتكييفات وكهرباء وكل حاجه؟ كله 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 ولاندسكيب جناين وحاجات كله كله كل حاجه الا الفرش. المبلغ اللي اتكلف المبنى ده من غير الفرش كان كام؟ بص اللي على الورق هدي مثلا اقول له مثلا 700 800 مليون، لكن الحقيقه 2 مليار. اللي على الورق كمبنى يا محمد من غير فرش؟ اه يكتب لك. بص يعني مثلا هقول لك على الشويفات ده مثلا قدموه ازاي للسيسي عشان هو بتاع الشريف. عرضوا عليه الفندق وعرضنا عليه الرقم. انا كنت مقدم مثلا من الشركات كنت مقدم حوالي مثلا مليار وكسور. خلاص كده؟ ايوه. طيب هو يجي يشد خط السيسي ده حقيقي حصل. السيسي شد خط وقال لك لا اخركم مثلا 600. طب كويس راجل محترم اهو عشان صاحبه قشطه. طيب احنا وصلنا ل 700 او 800 فيقولوا له معلش يا ريس مثلا الموضوع وصل ليه 200 مليون جنيه زياده كده يبقى مقبول. طب بقيت الرقم ما ينفعش يتعرض عليه نعمل ايه؟ نسويه في حاجه اسمها اوامر توريد اللي هي بقى بتاعت الرمل والزلط وحاجات كده يعني. بقيت المبلغ اللي هو كام؟ ما انت ما هو ال 2 مليار دول تكلفه المشروع. انا شركه مقاولات بعمل كوردينيت يعني في الاخر انا ليا نسبه 10% 15% 20% زي ما هتطلع. لكن 2 مليار دول احنا بندور لهم الشغل. شركات المقاولات مش انا صاحب المشروع حاطط من جيب 2 مليار ده الجيش. واخد بالك انت؟ ايوه. فانت بتعمل دايره لراس المال. المهم يعني عشان الفلوس دي عندي مشكله فيها انت لسه فبيقوم مطلع لك بقيه الفلوس بقى في حاجه اسمها اوامر توريد. اوامر توريد دي مش عقود، دي محدش يعرف يمسكها محدش يعرف يراقبها. يطلع لك في نقل مخلفات، يطلع لك في ردم، بس يلعب بقى هو كده. فانت كده يبقى ورقك متستف 100 100. ويبقى في مبلغ على الورق ومبلغ في الحقيقه. برافو عليك، الله يخليك.